الخير الان وصلت الاسد، هذا الاسد شوفوه في فقر دم، وانا وعدتكم قلت لكم راح اجي. هذا تشوفونه، هاي العضلات باوعوا، هاي عضله ما ادري ايش بهن هنا موجود ومضلع، بس هو صبغه عيونه صبغوهن على، لان كان نحول وحده رايحه هيجي وحده رايحه هيجي. هذا الاسد وذاك ايضا هناك ذاك الطرف ايضا اسد، هذا سعره 79 مليون دينار خسرت عليه الدوله. هسه لو مزوجين لهم كم واحد، والله العظيم انا جاي اقطم فيله هذا الاسد يشهد ربي. لكن الشرطه من كل الاتجاهات موجوده، تشوفون ذيك سيارات الشرطه وهاي هناك ذيك نجده وذيك الشرطه هناك، يعني معناتها اذا اقطم فيله عمو امير قبل للسجن، ولكم ما تستحون ما تخجلون معيب عليكم، والله فشله وحق امير المؤمنين فشله. شوفونا هذا باعوا الواد جاي تفشر منه وتقلي هورناك وتضحك.